السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على قناة نشوة الوصفات. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وعواشركم مبروكة. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، هي عبارة عن كبسة مشوية في كوكوط، ما كتطلبش وقت طويل. نتمنى أنها تنال إعجابكم. خليكم مع المقادير. كنحتاجو معلقة ديال زيت زيتون، وجوج بصل مقطعين على شكل دوائر، من بعد ما عملنا البصلة على شكل دوائر وحطينا فوق منها ورق المعدنوس، عملت رشاش ملح وإبزار. من بعد موراها غادي نعمل معلقة ديال زيت المائدة وغندوزو باش نعملو التوابل ديال الكفتة. غنحتاجو في التوابل ديال الكفتة بصلة مشلضة، معلقة صغيرة ديال الهريسة، ومعلقة صغيرة كذلك ديال الثوم بودرة. كنحتاجو معلقة كبيرة ديال كزبر ومعدنوس، معلقة صغيرة ديال الكمون، الملح، فلفل أحمر، كركم، وكذلك معلقة صغيرة ديال الزنجبيل. ومعلقة صغيرة ديال الكزبر كارم، وغادي نعمل معاهم 500 غرام ديال الكفتة. وغادي نخلطو جميع المكونات. من بعد ما كورنا الكفتة غادي نخليوها طيب لعشر دقائق. من بعد ما فتحنا الكوكوط غادي نخليوها تشرب حيت البصلة تطلق الماء ديالها. من بعد ما وجد لي الطبق ديالي كيجي على هذا الشكل هذا. نتمنى انه ينال اعجابكم. ما تبخلوش علينا بالاعجاب، واللي مازال ما تابونا يتابونا معنا، فعلوا جرس باش يوصلكم جميع الجديد ديالنا.
نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، خليكم على خير.